يا اخوان الله يرحمكم الوالدين، هذا مباشر، الله يجازيكم بخير. عاودوا لنا شنو وقع، فهمتي؟ الله يرحمكم الوالدين. من مشاهدي ومتشبعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في مباشر جديد من قلب مدينة الدار البيضاء، منطقة التشارك. خويا عاود لنا شنو وقع اليوم. هو اللي وقع هو كانوا مريحين حدا القهوة حدانا الفوق، تناقشوا على جوج دراري تناقشوا على حاشاك بجوجهم الله يعفو عليهم، كانوا سكرانين. صافي تناقشوا، واحد جبد موز دق الاخر في عنقه، صافي بقى كيجري حتى طاح، جري واحد المسافة ويطيح. دابا حنا المشكل ماشي كامل هو الأمن، ما كاينش في القنشة، هذا هو المشكل اللي عندنا حنا، هو الأمن ما عندناش في هذه القنشة. اخوان الله يرحمكم الوالدين، اللي يتكلم يجي قدام الكاميرا ماشي يبدا يتكلم. عاودنا التفاصيل، كانوا مريحين حدا القهوة. واحد ديز دفل قال لي حاشاك ما تسرطاش لي هذيك حاشاك، صافي زعما علاش دفلتي عليا؟ لا ما هو دفل عادي، هو قال لي علاش ما قلتيش لي حاشاك؟ هما بجوج دي خير ما عاقلينش، هما سكرانين هما الناس هادو، بجوج دراوش، بجوج والدين، بجوج بجوجين راه ماتوا بجوج، راه هذاك ترزف ترزف في ولدهم، وهذاك راه تما ترزف في ولدهم. الاخر تشد بجوج تشدوا، لا واحد مات واحد تشد، دخلوا عليه شد واحد الشيء اللي كاين، واحد شاور الله زيده عنده مسكين واحد الزياده. شكون هو اللي مات؟ اللي قتل يلاه زيده عنده واحد الزياده، جوجهم يلاه زيده شي رفع باغي تقريبا، واللي مات 27 عام. بغا نهضروا ايامك، خليها الاخوان الله يرحم الوالدين. خلي قول لي اللي مات شحال في عمره؟ 25 عام، 25. شنو كانوا كيديروا فاش خدامين؟ فاش خليها تشد لك اخويا؟ فاش كانوا خدامين شنو كيديروا؟ واحد كيبيع الحوش وواحد كيبيع الخضره، هما بجوج ولا تزوج بجوج كيبيعوا معانا في السوق، ما بيناتهم لا عداوه. وديك المشكل جا في ديك الساعه، في هذاك السوق، هذاك السوق صدفه صدفه، سوء تفاهم. راه ولاد بجوج مع الدوله، واحد راه واحد قتل واحد، والله ما كاينش شنو السبب الحقيقي. السبب الحقيقي هو واحد شرب الاخر، هو سوء تفاهم وقع، واحد غلط في واحد، وهادشي اللي كاين. الاخر الله يرحمه، الاخر الله يدير لي شي تعود الخير. هادشي ما كايناش دابا، ساعة ديال الماء انا باش وقع، باش وقع هادشي ساعة ديال الماء انا ما كايناش. معلاش فهمتش، صافي هادشي اللي كاين. السلطات ما حاولوش ولاد الدربي يدخلوا، ما كانش عداوة، صافي كتبين بان هادشي كاع ما كيدخلونا، ما كيدخلوش حنا الدراري هنا، ما بقاش هذاك التدخل مشى. هادشي كان دغيا خويا، دابا باغينا نشوفوا بنادم مات جبد التليفون صوروه. هادشي اللي كاين، حنا راه كنا مريحين مع والدينا، تهبطنا كانوا الدراري الصغار، وكنا حاضرين راه غنشدوا ديك اللي عندنا. شاو كلشي سكران، كلشي مبلق، كلشي تشارك بالمشكل، تعرف كنضربوا من المسؤولين اختي، ان شاء الله يزيدوا لنا شويه الامن وداك الشيء، باش الناس تبقى شويه مسيطره على راسها. ديروا لنا الله يرحم الوالدين البوليس، هادشي اللي بغينا. حيدوا، كانوا دايرين وحيدوا، كان واحد البوست ولا فيها البقر حاشا، فهمتي؟ خاصنا دابا شي بوست تما يكون، خاصنا ما يصلحوه شبعان مرود و بوليس. الله يرحم الوالدين، شكرا شكرا شكرا. فين هي السيده اللي بغات تتكلم؟ فين هي؟ هاي من الفاتحه، من الفاتحه. اجي يا شريف اجي. اجي يا شريف غطي وجهك. هنايا تقهرنا في هاد الدروبه. خلينا نشد الميكرو. سمعتيني؟ شد الميكرو. تقهرنا بالفانيد وشراب ولادنا ما بقاو ولاد. ولاو يسافروا لينا من ديورنا، ولاو يلصقونا على الفان على الفلوس ياخذوا الفانيد والشراب، الفانيد والشراب ضيعنا في التجارب. كنا تقهرنا، كنا على هذا باش مات الحال، يلا مات
بحال ورا دايره هنا حاله. هضروا العيالات كلشي ساكت. فوالا نبغى الاولى نهضروا نهضروا دابا سكتوا. قرب الميكرو قرب عندنا واخا ثاني والله وليدي راه حالي تفكر مرنيكه بالتسميه ومرنيكه اخرى تاع مرنيكه زدت لكم على مرنيكه الشريفه شنو مرنيكه شكون الله يرحمك الوالدين واحد اللي يجبرك تضحكوا صاحبي خليها خليها تشرح لنا الله يرحم لكم الوالدين فانيد 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 هنايا زيد نغزه بعد 50 درهم داير وياخذوا برنيقه 300 شي واللي باغي يقتل شي حنا ولينا نخافوا من ولادنا قسما بالله من شي شي اسمع هاد الهضره ديال الحموسي انا بغيتك تسمع هاد الهضره ديال الخرخوبي وسيدنا اسمع هاد الخرخوبي اللي داير هنايا خاصنا لنا ولادنا ولا باغي يقتلونا ولا باغي يضربونا ولا يضربوا لينا راه حشومه راه حاجه عيب حيد هادشي الله يرحم لك الوالدين السي الحموسي وسيدنا إذا كيف تابعتوا معنا مشاهدينا الكرام مجموعة من المواطنين في منطقة التشارك كيخرجوا باش كيطالبوا بأن الصوت ديالهم يوصل للمسؤولين وكيعطيو تفاصيل حول الجريمة اللي هزت مدينة الدار البيضاء قبل قليل واللي راح ضحيتها أب ديال جوج ديال البنات راح ضحيتها أب ديال جوج ديال البنات من بعد ما تم الطعن ديالو على مستوى الوجه من طرف شخص أقل ما يقال عنه أنه صديق ديالو ابن الحي ديالو يعني الجريمة وقعت صدفة وبعد مشاجرة بسيطة تحولت إلى جريمة قتل الضحية راه تم النقل ديالو إلى مركز الوطني للطب الشرعي فيما الجاني تم الإيقاف ديالو على عجل من طرف أختي ها أنت ما عنبينوش لك وجهك وغادي تهضري معانا تفضلي تفضلي دابا أنت ما كتبانيش أجي أجي عصام وعصام أجي حطي الميكرو قرب لها الميكرو تفضلي أختي عاودي لنا شنو قال جالسين تسمعنا المقطع ديال الكرامة عنده 30 عام قتلوه عنده جوج بنيات غرسوه في عمره حنا تصدمنا ما عرفناش باش تبنينا آخر حاجة كنا متوقعينها هي الموت ديال البدر واش نقول لكم كنتمنوا من السلطات يديروا خدمتهم ويحاربوا الجريمه حيت هادشي بزاف البارح ولد اسفي اليوم ولد الدار البيضاء غدا ولد مراكش راه بزاف هادشي راه بزاف راه تقهرنا والله الا تقهرنا. الا كان ممكن تقولي لنا شنو سمعتي هاد الجريمه كيفاش وقعات؟ انا شنو الاسباب ديالها شنو؟ انا كنت جالسه سمعت ان بدر مات ما عرفتش شنو ما عرفتش بالضبط اشنو قتلو شكون يقتلو ما عرفتش انا المرحوم بدر شنو كان كيدير في حياته؟ كان مسكين خدام مياوي يعني خدام على وليداتو عنده جوج بنيات متزوج عنده جوج بنيات عنده جوج بنيات مسكين عنده هو 3 سنين والكبيره عندها 5 سنين والصغيره مع شي عامين هو شحال في عمره هو عنده 30 عام الزوجه ديالو ما خدامه ما والو اذا داك الوليدات مساكن بقاو يتامه يتامه ضاعوا ضاعوا مساكن ليهم الله عكاري 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 مسكين ولد عمي راه غير كاري مسكين وما فيهاش انا في صراحه خونا كابر معانا ما عمره ما قال لي كلمه العيب بصراحه الله يرحمه الله يغفر ليه والله يجعل متوه الجنه امين اختي امين امين السلام عليكم تفضل المهم هذا الاخ هذا اللي مات واللي هو ولد خالي واحد زعما المهم هذا الشيء واحد سكران المهم هما سكرانين بجوج ما عرفتش واش الاخر سكران خليه خليه خويا خليه صافي الاخرين تناقلوا الاخر تفل قال لك تفلتي لا صافي الاخر ضربوه هنايا هذا الشيء المهم ما علينا هذا الشيء داز الله يرحمه الاخر الاخر الله يدير الشاويك الخير اللي بغينا نفهمو حنا ما كاين لا امن لا والو القرقوبي داير هنايا بحال عادي الاخر قدامك كيبيع الشراب كاين كلشي كلشي كاين هنا عندنا عادي داكشي لا بوليس كاينين والو حنا اللي بغيت نبان عاوتاني واحد الحاجه لومبيلونس بعدا كيما جات تمات داك السيد تمات حشومه كاع عيطوا للوكاله المدنيه شحال تعطوا كيصبروا في مول لا راه باغي يموت هادي ومني وصلوا وصلوا للميريزكو قالت لنا خلصني زعما كاين 15000 ريال قالوا لا 14000 مني وصلت تما كاين بركه في راسك شنو هادشي الحشومه كاع خلي السيد مني ميت ما تقولش لا
لا واش اللي قالوا خلص الوقايه المدنيه؟ الوقايه المدنيه ما كتخلصوش. واش مولاي السيد رومبينوس هو اللي خلص؟ قالت لي خلصي. هي معاك عارف ماشي الوقايه المدنيه باش ما عرفت المهم. مش خلصتها الوقايه المدنيه في ولي شداش ولي شداش. هزاتو الحمراء وهزاتو الاخرى ديال الفلوس. راه هزو مين؟ ديال الفلوس هزو ديال الفلوس. ديال الفلوس اللي هزاتو. الشريفة عاودي لنا. حطاتو الحمراء وهزاتو الاخرى. قال له خلصي 14000 ريال. المنكر هذا المرة ما هزشتها تم صدمت في يدها ما هزش. انا راه ولد عمي انا راه ولد ولد عمي انا اللي كتشوفني انا ما كنسكنش هنا جيت غير ضيفه انا ديت معايا مونتي في راسي مرتني في راسي الله يحسن العون. شي العذاب كاين في البلاد بلاتي يا خويا شوف والسلطه ما كايناش حتى شارو. لذلك كيف تابعتوا معنا مجموعه ديال التصريحات ديال المواطنين في منطقه التشرك من بعد الجريمه النكره التي وقعت قبل قليل والتي هزت الراي العام الوطني بمدينة الدار البيضاء. شكرا لكم هذا مباشر دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.